نيل شعبنا الفلسطيني حريته واستقلاله هو مفتاح السلام والاستقرار في منطقتنا والعالم، حتى ينعم أطفال فلسطين وإسرائيل بمستقبل آمن ومستقر ومزدهر. أجدد التأكيد يا فخامة الرئيس على التزامنا بالتعاون معكم من أجل صنع السلام وعقد صفقة سلام تاريخية بيننا وبين الإسرائيليين، كما نجدد التأكيد على استعدادنا لمواصلة العمل معكم كشركاء في محاربة الإرهاب في منطقتنا والعالم. وفي هذا الصدد فإنني أشيد بأهمية انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية وما توصلت إليه من نتائج. فخامة الرئيس، نؤكد لكم مرة أخرى على موقفنا باعتماد حل الدولتين على حدود 67. دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام وحسن جوار، وحل قضايا الوضع الدائم كافة استنادا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واحترام الاتفاقات الموقعة، الأمر الذي يمهد الطريق لتطبيق مبادرة السلام العربية وفق ما تم إعادة التأكيد عليه في القمة العربية الأخيرة في الأردن. فخامة الرئيس، كما شاهدتم بالأمس خلال زيارتكم التاريخية للأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة واليوم في بيت لحم، فإن الصراع ليس بين الأديان، فاحترام الأديان والرسل جزء أصيل من معتقداتنا، ونحرص على فتح باب الحوار مع جيراننا الإسرائيليين بأطيافهم كافة، وذلك من أجل تعزيز الثقة وخلق فرصة حقيقية للسلام. إن مشكلتنا الأساس هي مع الاحتلال والاستيطان وعدم اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين كما اعترفنا بها، الأمر الذي يقوض تحقيق حل الدولتين. المشكلة ليست بيننا وبين الدين اليهودي، وإنما بيننا وبين الاحتلال. نحن نحترم الدين اليهودي. أود أن ألفت الانتباه إلى قضية أسرانا الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ أكثر من شهر، فعلى بعد أمتار من هنا بجوار كنيسة المهد وفي كل مكان في فلسطين تعاني أمهات وعائلات الأسرى من عدم تمكينهم من زيارة أبنائهم، فمطالبهم إنسانية وعادلة. وإنني أطالب الحكومة الإسرائيلية الاستجابة لهذه المطالب الإنسانية المشروعة. إن تحقيق السلام يا فخامة الرئيس سيفتح الأفق واسعاً أمام النهوض باقتصادنا واستكمال بناء مؤسساتنا الوطنية على أساس سيادة القانون في ظل روح التسامح والتعايش ونشر ثقافة السلام ونبذ العنف والتحريض وبناء الجسور بدلاً من الأسوار.